خذها يا عم في مرض الله والله كل حاجه في مرض الله يا عم هي لا يا بابا حاجه بص يا حاج بص صورها يا عم بص صورها كلها صوره يعني دي صورها لك وتاخد صوره مش مشكله مش ازاي لا هات الشهاديه واحده هات دي ما شاء الله عايز اصورها لك بعد ما نخلص الصوره ما يجراش حاجه انا اضطر انام عشان يبقى اطلب مني برضه دي مشكله حقك ربنا يوفقهم ويتمنوا بخير يا رب يا رب بسم الله ما تشوف له حاجه شوف له حاجه هو فين نمر فين المره دي ايه المره اول مره اخر مره هي كده تخلص اللي قضى والله شوف احنا نخلص عليك لا احمد واقف المخ كان هو الوكيل فين؟ وكيل عم عجيب ولا محمد مجدي؟ لا يا عم بطاطك فين يا بطاطا هنا محمد مجدي مين؟ اخوه هو فين؟ هو محمد هنا وعماه جنب هنا وعماه ابراهيم هنا يا ابني انت مين الوكيل ومين الشاهد فيكم؟ عم الوكيل العروسه فين؟ هنا هنا يا علا عروسه مبروك يا ستي وكلت مين يا ماما في العادي؟ ها؟ عم ابراهيم مش هتعرف تنضب ما اعرفش ايه مع ختم لا بنعيش خلاص يبقى عمها احمد عمها احمد ما عمها يا عم مين؟ يا عم مين يا بنتي؟ ابتدوا شويه عم احمد عمك احمد ولا اخوك ايه؟ علم عشان ده المخ كام؟ احمد عم احمد المخ كام؟ 20 لا انا لسه يا حبيبي خلاص يا محمود بقى استنى الصوت يا جماعه عايز ياخد المعلم حد من اللي هيتكلموا ولا المقدمين عايزين عايزين احنا مش عايزين ماتش خد يا عم شهد زهرات زيدك الجو ولد المنفرد لا فانتش عليه متفرد شد زغرات
لا مش لا لا مش هي الزغروطه دي لا مش نافعه لا ما سمعنا انت لا كده سمعنا انت برافو عليك دي فرصه للراجل هنا انت كابتن يا دي بقى يا دي حبو يا حبو سلم بقى يا باشا تشيل عشان ايوه محمد يا مجد يا باشا فاطمة حسني محمد الجمال ده اسم الأمة عزيزة عبد الحفظ محمد الشريف عروسه فين؟ عروسه فين؟ يلا عشان تطلعوا كده يا جماعه موافق على العريس؟ موافق على العريس؟ خلاص يا بنتي احنا حاجه غلط منكش منكن عمال ضربت ضربت؟ اه ده مش حد بيضرب حد ما عادش في الزمن ده كان زمان ها؟ ما عادش حد بيضرب حد ولا عيله بتقدر تمشي عليه ايه؟ احنا غلطانين كان زمان الطيبة ده زمان وبعد يلا 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 مبروك اتفضل كده بقى يلا سلام يا مريتك بس محيب يلا بس عشان انا محيب احمد سايب انت كده ورا شويه ورا شويه خلينا هنا جاي ورا شويه كده حل في عنا ده ساي عسل شوي ساي موت لا ورا يا بابا وين ده طب سيبي سيبي اما تعال انا كده بشار ايديك يا مش شايفين مين يا ابني اللي راح يصور الورق يا ابني؟ ايه يا عيني؟ ايه يا عيني؟ ايه يا عيني؟ انت دماغك حلو
ادي بقى جميل يا محمد يلا شوف الكلفه يلا يلا مفيش اي مكتبه خلاص خلاص الدنيا كلها صوروا مع التليفون. اوكي. هو هي صوروا وانتوا بتاخدوا عشان تجوا. صوروا مع التليفون هنعمل ايه يعني؟ يلا. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله اللهم بارك لهم اللهم بارك لهم اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير آمين يا رب العالمين إن استخفت الله تعالى إن استخفت الله تعالى إن استخفت الله تعالى أطلب منك الزواج من ابنة أخيك وموكلتك الأنسة علياء مجد محمد إبراهيم شداد علياء مجد محمد إبراهيم شداد البنت البكر البال الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان على صداق وقدره 20,000 جنيه واحد إن استخرت الله تعالى إن استخرت الله تعالى وزوجتك 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 ابنة أخي وموكلتي الأنسة علياء مجد محمد إبراهيم شداد علياء مجد محمد إبراهيم شداد البنت البكر البال الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان على صدار وقدره 20,000 جنيه واحد إن استخرت الله تعالى إن استخرت الله تعالى وقبلت منك وقبلت منك وقبلت منك وقبلت منك الزواج من ابنة أخيك وموكلتك الأنسة علياء مجد محمد إبراهيم شداد علياء مجد محمد إبراهيم شداد البنت البكر البال الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان على صداق وقدره 20,000 جنيه واحد أرشد الله أرشد الله أرشد الله وهو خير الشهادين أن نعملها معاملة الإسلام الفور ازيكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. ده فرح بنت اخو جوزي يعني بنت عم وبناتي وكلها هيبقى احمد جوزي هو اللي قاعد لابس قميص لبني هو اللي هيحط ايده في ايد العريس واخوها اللي لابس تيشيرت على الشمال اسمر وشه كان باين هو ده بيحط ايده على وشه ودولي طبعا عمها الكبير اللي قاعد جنب احمد وده المأذون اللي لابس نظاره اهون والعريس بقى الناحيه دي جنب المأذون حاطين ايديهم في ايدين بعض هو وكلها احمد جوزي وكلها
واخوها وعمها التاني هم الشهداء، كل واحد شاهد على شاهد اول وشاهد تاني. هي اختارت عمها اللي هو احمد جوزي هو اللي يكون الوكيل بتاعها. فبقول لها الف مليون مبروك وقبل يا رب يا احمد كده ان شاء الله، وتكتب كتاب زيزي باذن الله يعني، وتحط ايدك في ايد العريس. بجد بجد فرحانة جدا جدا، يعني منظر جميل جدا ان هو يحط ايده في ايد العريس. دي حاجة اسعدتني جدا، انا كنت متوقعة ان عمها الكبير هو اللي هيحط ايده في ايد العريس. احنا كلنا فوجئنا ساعتها يعني، فكنت مبسوطة جدا. انا مصورة من ناحية ورا، ما كانش وش احمد باين. كنت انا مصورة العريس وكده زي ما انتوا شايفين كده، كانوا جايبين ناس كتير جدا والدنيا كانت زحمة. كاتب الكتاب كان في شقتي انا، طبعا في شقة عمها الكبير تحت وشقتهم، بس شقتهم صغيرة شوية. انا عندي صالة جنب دي اللي انتوا عارفينها، ارج مفتوح على بعضه، فعملوا عندنا كاتب الكتاب. فكنت انا بصور من ورا، دي العروسة واقفة، ايديا انا السمرة دي، انا اللي كنت بصور من ورا خالص، كنت ورا الستارة بقى. دولي زيزي ولوجي ورؤى. العريس اللي هو لابس اسمر جنب المأذون ده. طبعا انا كتمت الصوت وبعرفكو علشان نفس الكلام اللي اتقال هنا، دي كاميرا تانية. فانا خدت المقطع عشان الوش هنا الاتنين باينين مع بعض، فقلت بقى ان انا اعرفكو على الناس اللي موجودة وكده. فده مقطع تاني خلاف اللي انا مصوره، اللي انا مصوره اللي هو هيبقى مظبوط مش مقلوب كده. يلا عقبالك يا زوزو. حظا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.